يسأل السائل كان يقول الناس، بعض الناس يقول الفأل موقن بالمنطق. نعم، هذا ذكر القرطبي في قول ربنا تبارك وتعالى: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، سورة يوسف. قال: لو قال ربي عافيتك أحب إلي، عافيتك أحب إلي، لكان أفن الفأل موقن بالمنطق. لا تقل شيئا فتهلك، الفأل موقن بالمنطق. وهذا أيضا قيل سبحان الله كانت بين الكساء واليزيدي، رواه اليزيدي عنه حتى أساب على يحيى اليزيد، على يحيى اليزيدي سيبه حتى سال بالعذب الفرات معللا. اليزيد من رواة أبي عمرو البصري، والكسائي كوفي صاحب الرواية. فبدأ الإمام اليزيدي بالكسائي بالصلاة فلحن، فقال له اليزيدي: يعني قارئ الكوفة يلحن؟ فجاءت صلاة العشاء فقرب هارون اليزيدي فلحن في الفاتحة. قال: الفأل موقن بالمنطق، فلا تقل بلسانك شيئا فتهلكي. فهمتني؟ يعني في داعي الحسد هذا بين الأقران، هذا الذي يحدث الآن. فهمتني؟ كلنا على ثغر يا أخي، ولا تدري ممكن يكون خطيب مسقع وفي النار أول ما تسحب من النار ثلاثة، وممكن يكون إنسان على قدره وهو من السابقين إلى الجنة، لكن لقد أوتينا في هذه البلوى وهي حسد الأقران. هذا هو بالنسبة للسؤال. طيب، قال بعض الناس يقول لك: إذا مت ادفنوني مع أبي، أو يقول أحسن أموت ولا أدخل بيت فلان. طبعا هنا مسألة أخرى، واحد يقول إذا مت ادفنوني مع أبي لا حرج في ذلك، أما مسألة مش لو أحسن أموت ولا أدخل بيت فلان، هذا من قطيعة إيش الرحم. ويقول: وهو بيت أخيه أو أحد الأقارب، لأن بينهم خلاف قديم. ما التوجيه؟ التوجيه يا أخي هذا قطيعة رحم، وإحنا ذكرنا ذلك بداية كلامنا في فقه الأدعية والأذكار. قال: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. من إنسان كله إلا قطيعة إيش الأرحم، وليس الواصل كالمكافئ. ومثل هذا الإنسان ما يتمنى الشر والضر، بل يتمنى أن يصلح الله بينه وبين أخيه، وألا يموت إلا وقد أصلح الله بينه وبين إيش أخيه، مش أنه يموت ولا يدخل بيت أخيه، لا يستكن هذا من الخذلان. طيب.